إلى الأخبار في أسبوع مع الزميلة نجية دغموم ونسقسوا نجية عن أهم الأخبار خلال هذا الأسبوع الماضي. مرحبا بك نجية، صباح الخير. صباح الخير محمد، وش رايك؟ الله يحفظك. الحمد لله، انت لاباس بخير؟ قدوم مبارك يا سيدي، مرحبا بك. يعيشك يا حبيبي، صباح الخير وعيد ميلاد سعيد. اعلم انه عيد ميلادك اليوم، عيد ميلاد سعيد ان شاء الله. سعيد، كل عام وانت بخير ان شاء الله. ربي يحفظك، شكرا جزيلا. مواليد شهر جانفي محظوظين ان شاء الله. جميل، عيشك. ومازال عندنا ضيفه ايضا عيد ميلاد، اعتقد عنده يومين ولا ثلاثه راح نهنئها بعد ان شاء الله. مع بعض اليوم جانفي هو الشهر المفضل اصلا. ايوه، الشتاء والبرد وهذاك الرونق والجمال. نعم نعم، مرحبا فيك. يعيشك، ربي يحفظك. عندنا مجموعة من الأخبار كما يعرفوا. اولا نرحب كامل المشاهدين، نقول لهم صباح الخير لكم. اختي في عيد ميلادك نجية، وين ما كنتوا اخذتني في سياق الكلام عن عيد الميلاد وهم خلاص. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا، 48 ولاية اللي راهم يتبعوا في برنامج صباح الجمعة. اخبار كاين عرب ثاني يشوفونا ثانية من الجالية الجزائرية والتوانسة ومغاربة وكل اخواننا العرب، نحيوهم ايضا اكيد. كما قلت لك محمد، والان راهم 58 ولاية اعتقد، زادوا 10 ولايات. نعم صحيح. أخبار الأسبوع كانت ثرية جدا، لكنها كانت أيضا بوتيرة متسارعة مع نهاية الأسبوع، وخاصة يوم الخميس يعني يوم أمس كانت فيها العديد من الأخبار اللي راح نركز عليها بشكل أساسي. أول خبر محمد هو إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث أعلن عشية الخميس عن تشكيلة أعضاء الحكومة الجديدة التي يترأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، وتضمنت 39 عضوا من بينهم 5 نساء، وأصغر وزير محمد منتدب هو في سن 26. يعني محاولة فعلا للتشبيب. قائمة أعضاء الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محمد أسعيد خلال ندوة صحفية عقدت في مقر رئاسة الجمهورية، تضمنت أسماء وزراء حافظوا على حقائبهم في الحكومة الجديدة على غرار وزير الخارجية صبري بوغادوم، وكذا أقول وزير العدل بالقاسم زغماتي، مع عودة وجوه ربما تتذكرها محمد إلى الحكومة كوزير الصيد سيد أحمد فروخي ووزير السياحة حسان مرموري. ينتظر أيضا للإشارة أن يستلم أعضاء الحكومة الجديدة مهامهم بداية الأسبوع القادم، على أن يكون عقد أول اجتماع مع رئيس الجمهورية تبون يوم الأحد. وقد كان محمد كما تعلم رئيس الجمهورية تبون قد قام بتعيين عبد العزيز جراد بداية الأسبوع على رأس الوزارة الأولى. نعم، هذا الإعلان ربما فيه كثير من المستجدات الجديدة، أولها أنه النائبة البرلمانية أو النائب البرلماني بسمة مزوان اللي كانت ربما هي أول وزيرة محجبة في هذه الحكومة، وأيضا إعلان الحكومة والفناه يجي عن طريق الرسائل والبريد عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية. اليوم صار فيه ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية يتحدث يتكلم ايضا، وتم الاعلان. الخصوصيه كانت انه كان في ندوه صحفيه وهي نعم لاول مره بالنسبه للجزائر، وكان التعليق على هذا الحكومه انها تكنوقراطيه، انها حكومه كفاءات، يعني لاقت نوع من الانتقاد وخاصه الترحيب بالنسبه لمن كان يبحث عن كفاءات والبحث ايضا عن التشبيب. الاصغر وزير منتدب 26 سنه يعني. نعم، نعم صحيح، مهما كانت ظروف البلد التي تمر بها، لكن نتمنوا التوفيق لكل الوزراء الجدد. صفحات الفيسبوك يعني والروادها اختلفوا بين مرحب وبين منتقد. فنانين ايضا استوزاروا، شخصيات معروفه شخصيات غير معروفه، اتمنى لهم كامل التوفيق ان شاء الله. اللي اثر ضجه كثير البارح امس هو يوسف سحيري، ممثل معروف في مسلسل ولاد الحلال طبعا، هو ممثل مسرحي معروف من قبل، ربما عرف تلفزيونيا في هذا المسلسل. حامل شهادات كما كنت نتحدث صباحا مع الزميله اسيا شلبي، حامل لشهادات عليا. نعم، في المجال السينمائي. نعم، وكان ضد الانتخابات الرئاسية هذه السابقة، ولكن اليوم استوزر. نتمنى له التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. ننتقل إلى خبر آخر دار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الخبر يتعلق بالإفراج عن 76 معتقلا من الحراك الشعبي من مختلف ولايات الوطن، على رأسهم المجاهد الأخضر بورقعة، على أن تتم محاكمته وهو في حالة إفراج يوم 12 من مارس القادم حسب ما أورده عضو هيئة الدفاع عبد الغني بادي. قرار إخلاء سبيل
بورقعة اتخذته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة بصيغة مؤقتة بالنظر للوضع الصحي الذي يعاني منه. وكان إيقاف بورقعة كما تعلم محمد قد تم يوم 30 جوان من العام المنصرم من أمام بيته بتهمة إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش. في ذات السياق وبنفس التهمة أيضا تم التوجيه الجنرال المتقاعد حسين بن حديد بتاريخ أو في منتصف ماي من سنة 2019 إلى السجن ليتم إخلاء سبيله أقول أمس بالنظر أيضا إلى وضعه الصحي. نعم على أن يحاكم يوم 2 مارس أعتقد. يعني الخامس من مارس إن شاء الله. نعم. سيحاكم هو. نعم. أيضا. إن شاء الله. مجاهد الأخضر بورقعة طبعا كان في السجن ودار حديث كبير وطويل على صحته وشفناه خرج أعتقد دار عملية جراحية وعاود رجع اليوم راهو بصحة جيدة الحمد لله. صحة جيدة وأيضا تم تداول فيديوهات على استقباله في بيته من قبل المحبين دياله من قبل. نعم. العائلة تاعه راحوا الناس كامل يتحسوا معاه باش يشوفوا صوت وصورة ويتأكدوا من أنه صحته بخير. نعم زرناه أمس أنا زرته أمس لكن للأسف لقيناه مرتاح ما شفناش نتمناه له إن شاء الله عودة ميمونة ربي يوفقه. قال أنه اليوم سيحج قال اليوم أنا سأحج إلى البريد المركزي إن شاء الله. إن شاء الله خير. نعم نبقى مع الأخبار أخبار الوطن لكن هذه المرة إلى أخبار الجوار مع البلدان الشقيقة أو المجاورة حيث أن قافلة تحمل 100 طن من المساعدات من بينها مواد غذائية وأخرى طبية اتجهت أمس من المطار العسكري في بوفاريك نحو ليبيا عبر مطار جانيت. هذه الطائرة حطت أولى طائرة أقول حطت اليوم صبيحة اليوم بمطار جانيت عندها واحد نصف ساعة قرابة نصف ساعة من اللي حطت في مطار جانيت وتم تفريغ الحمولة على أن يتم مباشرة تحويلها إلى ليبيا برا أكيد. وزير الخارجية صبري بوغادوم محمد حضر إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة مع السيدة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس. صرح أن تقديم المساعدات جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون انطلاقا من مبدأ الوفاء لتقاليد التضامن الأخوي الفعال واللا مشروط اتجاه الشعب الليبي الشقيق للتخفيف عليه قدر الإمكان من وطأة الأزمة. نعم هذا واجبنا نحو أشقنا الليبيين اللي ربما يمرون بأزمة لم تعرفها ليبيا ربما منذ قرون. أتمنى إن شاء الله الاستقرار والنماء لهذا البلد الشقيق ولكل أشقائنا ولكل أصدقاء في ليبيا. أكيد والجزائر ستبقى في مساعيها سواء للمساعدات الإنسانية أو من أجل تقريب وجهات النظر بالفعل. نعم وجود حلول إن شاء الله بين الأشقاء الليبيين. آخر خبر نبقى مع يوم الخميس الحافل والمكتظ بالأخبار حيث أن البرلمان التركي محمد أقر أمس المصادقة وفي جلسة طارئة على مذكرة تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا بعد تصويت غالبية الأحزاب بالموافقة عليها وهذا أسبوعا واحدا فقط بعد زيارة الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان إلى تونس حيث قام بالتلميح إلى إمكانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا في حالة استمرار الوضع والنزاع الداخلي هناك وبالفعل توجه مباشرة إلى هذه الخطوة من خلال تمرير مذكرة التفويض عبر البرلمان. القرار ستكون مدته محمد عام كاملا قابلا للتجديد وجاء ليؤكد فشل ليبيا في بناء مؤسسات ديمقراطية عقب أحداث فبراير من سنة 2011 بعد تزايد حدة النزاعات المسلحة في البلاد ولتأكيد أن تركيا تسعى إلى حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. نعم نتمنى الهناء يعني لكل الأشقاء الليبيين. الطيب رجب أردوغان سأله أحد الصحفيين قالوا أنتم دائمي التواجد في كثير من البلدان قال نحن لا نخرج إلا بطلب من الآخرين بين ترحيب وبين رافض للوجود التركي. الرافضون يقولون لماذا القوات التركية غير موجودة في فلسطين لتحريرها والمرحبون يقولون أن التواجد الليبي أو التواجد التركي في ليبيا يجعل هناك توازن بين القوى المتقاتلة. نعم المتقاتلة في ليبيا
ان شاء الله ما تكونش حرب وان شاء الله يعني تفرى الامور كلها بالحوار كما كنا نتكلموا اليوم. هو اصلا قبل ما يمر الى هذه الخطوه محمد اتجه مباشره الى الاتحاد الاوروبي، حاول انه يحصل على تزكيه او مساعده ولو شفهيه من قبل الاتحاد الاوروبي ودول اجنبيه للمضي في هذه الخطوه. نعم، التدخل الاجنبي ما جابش الخير في اي بلد، في اي بلد خراب وفقط. ان شاء الله نتمنوا الاستقرار للشقيقه الليبيه. الله يا رب. شكرا لك نجيه. العفو. بارك الله فيك، الله يحفظك. نجيه وعيد ميلاد سعيد. نعرفوا انه اللي عيد ميلادهم يوم الجمعه يديروهم طارت بالطبق الكسكسي ويزينوها باللفت والكروبي. انا معروضين محمد على عيد ميلاد. نعم، بالكسكسي ولا بالغرس ذاك واش يسموه هذاك، واش تسموه انتم نجيه؟ الرفيس مثلا. أيوة. لا الرفيس ثاني في كرمليحه. مليحه. المهم عيد ميلاد. المهم عيد ميلاد. شكرا نجيه. شكرا.